أولا نبدأ. أولا السلام عليكم، هيثم صدوقي، مواليد 12 جوان 2006، كنت تلميذ ثانوية حسين بوعلى بسواشات. تحصلت على معدل في شهادة التعليم الثانوي يقدر ب 14.99. ان شاء الله يعني نلقى تسهيلات من عند وزاره التعليم العالي والوزير ايضا بالداري، ايضا خصوصا ايضا اذا من الرئيس عبد المجيد تبون، ان شاء الله تكون هناك تسهيلات باش ندخل للمجال اللي حاب يعني نكمل فيه اللي هو مجال الاعلام الالي، خصوصا يعني خصيصا البرمجه والامن السيبراني. ان شاء الله يعني نتوق في هذا المجال ونمد الابداع تاعي واش نقدر باذن الله، يعني الحمد لله بما اني متفوق في كره القدم، ان شاء الله نحمد نتفوق في هذا المجال وان شاء الله نعود بالفائده على يعني المواطن تاعي باذن الله. زيرتوب اول قناه الكترونيه في الجزائر.